هاد الفيديو اكثر من رائع غزالتي، غادي نشارك معكم نهار في الويكاند معايا مع وليداتي، يعني كيفاش كندوزو مني كنفيق في الصباح حتى كنبغي الناس، كيفاش البنات تخرجي زمانك وهو فرحان. صراحه في اخر ديال الفيديو غادي نقول لكم كيفاش ممكن تكملوا السهره ديالكم وانتم فرحانين سورتو ملي كتنعسوا الوليدات. ولكن في الفيديو ديال اليوم صراحه بزاف ديال البنات كيقولوا لي كيفاش ايمان كدوزي يعني الويكاند ديالك ملي كتفيقي في الصباح حتى كتبغي تنعسي في الليل، كيفاش كتخرجي معاك وليداتك، كيفاش كتجيري يعني هذاك الوقت في هذاك النهار بالضبط. مهم اليوم غادي ندير لكم البنات يعني نهار معايا في الويكاند. مني كنفيق في الصباح كيف ما شفتوا كنغسلوا المعنات ديال الفطور، كنفطروا اكيد نغسلوا المعنات ديال الفطور. اول حاجه كندير هي كنوجد ليانيسو، يعني شي حاجه الغدا اللي غادي نديها معايا. راكم عارفين يعني لي بيبي كيخاصهم شي حاجه اللي تكون طبيعيه بلا ملحه بلا سكر، وخصوصا انا ولدي عاد بدا كياكل دابا شي 3 ديال الاسابيع، فباقي كندخل ليه غير الخضره، عاد دابا حاولت ندخل ليه شويه ديال الحبوب والنشويات، من بعد غندخل ليه اللحوم يعني بشويه بشويه. فشنو درت؟ درت بطاطا حلوه خيزو، ودرت البنات هادي نفعتني بزاف، خديتها من بيم ديال لا مارك كيوي، زوينه زوينه زوينه، كتبخر ليك الخضيره في عوض ما كنت كنسلقها، وكتطحنها او ميم طون، يعني هي بيبي كوك كتبخر ليك وكتطحن وكتخرجيها واجده. صراحه زوينه سهلت عليا الحياه، كنصحكم البنات لاي حاجه فريمون غادي تسهل عليكم زعما الحياه ديالكم وغتنقص عليكم الوقت. يعني راكم عارفين داكشي كيتسلق ما كيبقاش عنده فوائد، وخصوصا داكشي كيتحرق. الاغلبيه ديال لي مامو كتنسى الماكله ديال ولدها في البوطه وكتحرق، حيسيه دغيا كتحرق، راكم عارفين كتكون لا كونتيتي بسيطه. فخليت الغديوه هنا طيب، وغادي نزيد عليها البنات، غادي تشوفوا الغديوه شنو غادي نزيد عليها من بعد ما غادي نبغي نطحنها. فهنا خليت الغديوه ديالي نيسو طيب، وجيت نوجد راسي، يعني ما نكذبش عليكم ملي كتكون خارجه في الويكاند، يعني نهار في السيمانه ولا جوج نهار جوج يعني مرات السيمانه كتخرجي خرجه بعقلها، كتبغي تخرجي وانتي مهليه في راسك وكامله مكموله. هنا البنات خديت حليب غبره زدت معاه العسل باش يعطيني ترطيب ويعطيني لمعان في البشره ديالي، وخلطته بماء الورد بما انني ما كانش عندي لا قشده طريه لا ياغورت مسوس، فكنفضل في هاد يعني هاد فصل الخريف فتره كتجف نحاولوا نتفاداو ماء الورد لانه كينشف لينا البشره، ونستعملوا ياغورت طبيعي. فهنا كيف ما شفتوا درتو على البشره ديالي، ومن بعد ما غنسالي البشره غندوز للشعر، يعني غادي ندير لي واحد يعني واحد الوصفه اللي ديما كنشاركها معكم ديال مارك بيادي، يعني كندير لي هذاك الزويته كنحاول البنات، يعني راكم عارفين مع الرضاعه يعني كيمشيو لك لي فيتامين من الدايت وداكشي كيولي عندك نقص بزاف ديال الفيتامين، وخصوصا مع الغده الترقيه، وخصوصا فصل الخريف كيتساقط لنا الشعر ديالنا، فخاصنا نتهلاو في البشره وخصوصا الشعر. فدرت الزويته ومن بعد غندير له السلوفان كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله. صراحه هذا الفيديو ديالو غيعجب بزاف ديال البنات، فيه كيفاش كتهلاي في راسك يعني قبل ما تخرجي، كيفاش كتهلاي في راسك من ورا ما كتجي، وكيفاش كدوز الخرجه ديالك مع وليداتك وانت فرحانه، وكيفاش كدير راجلك يخسر الفلوس وهو فرحان. المهم البنات كيف ما شفتوا درت البنات سلوفان على الشعر ديالي، من بعد ما درت ليه الزويته وخليتها هكا واحد ساعتين، عاد خديت لها دوش ديالي، حيت هكا كنحاول نفيق الصباح شويه بكري باش كنستغل النهار ديالي وكنحاول نبروفيتي فيه وندير فيه بزاف ديال الحوايج. هنا كيف ما شفتوا الغديوه ديال يانيسو كانت صراحه واجده، يعني كيف ما غادي تلاحظوا غادي نطحنها ليه، ولكن قبل ما نطحنها شنو غنزيد عليها؟ غنزيد عليها السميده اللي هي مفوره، يعني راكم هي زوينه مفيده للاطفال. فكيف ما شفتوا هنا عطاني هذاك الماء اللي تبخر بشويه الخضره، فما غاديش لوحو غير نقصت منه وضفت ليها الخضر بطاطا حلوه وخيزو. غادي نطحن شويه وزيت السميده ونطحن مزيان، وهنا الغديوه ديالنا غتكون واجده. حاولوا تضيفوا يعني الباربا بطاطا حلوه الحوايج اللي غادي فريمون يعطيوه مذاق زوين، راكم عارفين يعني ما كنديروش اضافات الملح لا والو. مهم كيف ما شفتوا هنا غادي نزيد السميده للغدا ديال يانيسو، وغادي نطحن كلشي وغادي تكون واجد. غادي نديروها في قريعه ديال الزاج اللي غتكون معقمه. بالنسبه للقريعه اللي غندير فيها انا صراحه كان
كان عندي واحد القريعات كنت كنخديت لي مره واحده من مرجان واحد بحال كومبوطه البنات، ولكن صراحه ما كنفضل انني نطيبلو في الدار داكشي اللي يجي نعرف شنو مصنوع، يعني راكم عارفين داكشي كيطيب ساهل معال غير الله يدينا وصافي. فهنا كانت الماكله واجده، غنديرها في قريعه ديال الزاج اللي تكون معقمه وصغيره باش ممكن ديريها في الساك. يعني غنوريكم البنات حتى شنو ممكن ديروا في الساك ديال الخريجه ديالكم لوليداتكم باش تحاولوا ما تنساو حتى شي حاجه، مع انني صراحه كننسى ديما. غتلقيني راكم عارفين الله يحسن العوان مع دو بيبي، راه الله يقدرنا والله يسمح لينا من الوالدين والله يعين كل ام صراحه، يعني مسؤوليه كبيره، مسؤوليه الامومه ماشي سهله، ولكن كنصح الامهات خصوصا انهم يتهلاو في راسهم، يعطيو وقت لراسهم، يتهلاو يعني كتهلاي في راسك نفسيتك كترتاح، كتقدري تزيدي تعطي اكثر مع وليداتك، يعني الله يعيننا وصافي. فهنا من بعد ما وجدت الغديوه ديالي يعني سخر، خديت الدوش ديالي، خرجت من الدوش قررت ندير هاد الماسك هذا اللي كيكون واجد، كناخذو من مينيسو، كنغسل وجهي كنلقاها البنات ناعم واحد النعومه خصوصا من ورا الماسك اللي درت، وخصوصا ملي كندير هاد الماسك. هاد الماسك يغطي ليا البنات لابو، كيعطيني واحد الترطيب اللي هو زوين صراحه، وكيعجبني نستعملهم حيت كيكونوا صراحه واجدين ونظرا لضيق الوقت. فهنا غادي نخليهم هكا 15 دقيقه وغادي ناكد البنات شوفوا الا بغيتوا الماكياج خفيف ولا ثقيل يجيكم زوين، خاص البشره لا باز تكون زوينه، يعني تخدمي عليها بتقشيرها، تخدمي عليها البنات بلي ماسك يعني نمعان نضاره. فهنا كيف ما شفتوا بدلت عليا، يعني اكيد كديروا الديودورون ديالكم، كترطبوا الدات ديالكم، كتريحوا الدات ديالكم، وما تنساوش ترطبوا شنايفكم. ملي كديري العكر ما خاصش يبانوا هذوك التشققات، ما يبانش فريمون ان شنايفك مشقين، خاص يبانوا انهم مرطبين باش يجي فيهم العكر زوين. هنا رطبتهم بهذا البوم على فغ صراحه فيه نكهه ديال الشوكولا زوين البنات، غتسمحوا لي والله زعما كنمونطي لكم فيديو، راه بغيت نحطو لكم من نهار الحد، ولكن اش غنقول لكم الصراحه غير سمحوا لي وصافي، راه العيانه جاوني الحلقه وانا ديجا محيداهم، وغتشوفوا انا صوتي راه ما يعجبكمش ولكن ما قدرتش نزيد نغبر عليكم. فهنا البنات جيت نستعمل انني نحك سناني، وليت كنستعمل سينيال خطيره البنات ديال الشابون صراحه، واحد لا مارك كنشاركها معكم قريبا، كنستعملها من مده وعجبتني بزاف، يعني كتعطي تبييض فوري للاسنان، واهم حاجه انها بيو وطبيعيه. غنشاركها معكم ان شاء الله، وكاين معها هذا البامبوش هذا اللي فريمون البنات كيكمد ليك الفم ديالك كيف ما كنقولوا، كيحيد لك الروائح الكريهه، كيعالجك اللثه ديالك صراحه زوين 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 بزاف. البنات بغيت نقول لكم انني حطيت مسابقه رائعه، هدايا زوينه بحال شاريهم من راسي، حطيتها لكم في قناتي على الانستغرام اللي غنخلي لكم في اول تعليق. كنطلب من متتبعاتي الوفيات انهم يشاركوا، حيت فريمون بغيت المتتبعات الوفيات يربحوا في هذه المسابقه ويبقاو لي كادو ذكرى مني لكم. شوفوا البنات ما عندي لا افاده لا والو، حيت انا اللي دير هذيك المسابقه وانا اللي منظمها وانا بغيت نهدي لي فان ديالي هدايا. فكنطلب منكم انكم تدخلوا الانستغرام وديروا هذوك الشروط اللي هما بساط بزاف بزاف، وان شاء الله من بعد اسبوع غيكون السحب، وكنتمنى تكون وحده ولا جوج ولا ثلاثه حيت كاين ثلاثه الفائزات منكم رابحين، يعني انستغرامي في اول تعليق. فهنا كيف ما شفتوا درت مكياج اللي كنشارك معكم، يعني في بزاف ديال لي فيديو كنشارك معكم مكياج، ما بغيتش الفيديو يجي طويل. فهنا كيف ما شفتوا درت غير اونتي سيفن، درت ايلاينر، ماسكارا، كحلت عويناتي، درت فغاجو وعكر، قادي تحجباني اكيد هادشي اللي كاين. كنوريكم العكر اللي استعملت، استعملت البنات واحد كونتور دي ليفغ البنات كرايون في البوردو، ودرت سيفورا نيمورو 13 في الغوجا ليفغ، هاد لي دو هادو راني شاركتها معكم. وبما انني ام يعني كنطيب كنشق على وليداتي صراحه نظرا لضيق الوقت، كاين غير بوحدي الله يحسن العوان، فما قدرتش انني صراحه هاد الوقت انني صباحا نصيبت فيراتي، فخليتهم يكونوا طبيعيين، يعني صراحه انا اصلا حيدتهم مع سورتو على قبل يانيسو. هادشي اللي كاين. فهنا جيت من بعد ما صافي كتاخدي الدوش ديالك،
كتديري مكياج اللي هو خفيف كتجي تبدلي لوليداتك كيف ما شفتو تحاولي تطرفي لهم مني كنبان خرجو ما كندوش ليهم. يعني فريمون انا لاحظت الا دوشوا وخرجوا بحال اللي وقع ليا هذاك النهار فين مرت دوشت وخرج الا دوشتي وخرجتي وليداتك كوني اكيده انهم غيمرضوا حيت الحراره اللي كتكون معتدله في الجسم حنا كنغيروها ما بين ليله وضحاها. يعني كنكونوا سخان كنخرجوهم على برا. يعني البنات غنقول لكم ما دوشوش لوليداتكم وتخرجوهم طرفوا ليهم مسحوا ليهم بشي هكا بشي فيطه فاس كاع نيقوم الاكيد لي فيس انا ممكن تغسلوا ليهم يعني حاولوا طرفوا ليهم فقط. فهنا بعد ما لبستو بغيت نقول لكم واحد الحاجه يعني كنقولوا الويكاند كنقولوا العطله كنقولوا الزوج ما خدامش ما فيها باس انه يعاونك خصوصا الا كانوا عندك اطفال انت تلبسي واحد وهو يلبس واحد صراحه الهلا يخطي عليا فهاد الناحيه ما مقصرش نهائيا كيعاونني فوق القياس صراحه الله يعطيه صحيحته والله يخليه لينا فما كيمانعش نهائيا انه يبدل زعما الجود ولا ما عندوش صراحه وكيعاونني صراحه الله يعطيه صحيحته ولا يخليكم تنتم زمانكم البنات شويه ديال الخاطر اكيد. فهنا البنات كنوجد معكم الساك اللي غادي نخرج معايا بما اننا غنتغداو على برا لبسه البنات ليانيس لبسه الجود ربما يطيح على حوايجو اكيد هكا واحد الفيطه باش تمسحي لولدك ملي تبغي توكليه ولا شي حاجه لي كوش ولا نجات هذه شي حاجه ضروريه الغديوه ديال ليانيسو مع الماء هكا جسد عليه ديال الجود راه درتو ليه في ديك القريعه كنخرجوا صراحه الوليدات خاصهم يشربوا الماء بزاف 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 واغلبيه ديال الوليدات لاحظت انهم فريمون كيشربوا الماء زعما هذا المشكل اغلبيه الامهات ما لاقياش مشكل. خرجت معايا الدواء لونتيبيوتيك ودو لي بران ديال الجود جود البنات خرجتو عيان يعني بما انه ليكول فلي فيروس كيتناقلوا الامراض كتولي فطلعت ليه سخانه ولكن بغيت نخرجو بغيت نبدل ليه الجو عطيتو صراحه دو لي بران عطيتو الدواء ديالو وغادي نخرجو وخرجت معايا الدواء. انا هاك عارفين اللي عندها الدراري صغار كيدير معاها بيسكويف المهم راكم عارفين. فالصاك ديالي هنا كان واجد يعني فيه كل شيء وصافي غادي نحطو هكا على جنب ونمشي اكيد حتى انا نلبس. قررت انني نلبس البنات سبور شوفوا غتلاحظوا انني صراحه ما كنلبس سبور بزاف ما كنميلش لي انا عزيز عليا الكلاس ولكن اليوم نلبس سبور. شاركت معكم هاد التقشيرات اللي ناقصين 51% صراحه من واكيكي زوينين خديتهم ب 30 درهم كانوا البنات جايين 60 درهم. فها هما البنات هادو ديال السبور كيف ما لاحظتوا. فقررت البنات نكون هكا عمليه سورتو ما كايناش معايا ماما غادي يكون خاصني هكا تكوني سبورتيف باش تقدري تجري وليداتك. يعني الامهات اكيد كيلبسوا لي سبادري في اغلب الاحيان انا صراحه ما عنديش مع اللبس ديال الرياضه وداكشي ولكن انا اضطريت انني نلبسو. فكيف ما شفتوا هذه اللبسه صراحه مستوره زوينه صافي هنا غادي نكون واجده البنات ما بقى لينا الا نديرو هكا البارفان وشنقول لكم تعطرنا شويه على الخريجه كان جاو عندنا داك بغيت نديرها البنات لا فيبر اوبتيك صراحه الكونيكسيون عندي كانت ثقيله بزاف الا بغيت غير تيليشارجيكم غير فيديو كي خاصني 12 ساعه فدرتو وجاو كانوا كي انستاليو ليا داكشي في الدار فتعطلنا جوج سوايع فريمون كنت عصبت ولكن كلت خيره فيها خيره. فهنا كيف ما لاحظتوا صافي مشينا البنات واحد البلاصه اللي هي زوينه تقولوا لها البنات سنهاجة راها معروفه ما بين طريق بوزنيقه ومحمديه اكيد البنات راكم عارفين انا اي بلاصه كتعجبني كنبغي نشاركها معكم ماشي اشهار نهائيا. فهنا كيف ما شفتوا غادي ندخلوا صراحه كان فيا الموت ديال الجوع حيت تعطلوا الناس عندي في الدار و فريمون جاني البنات جوع في هذه اللحظه هذه. صافي هنا دخلنا البلاصه هي باش زوينه عباره عن خيمات يعني كل طويبله في خيمه كل طويبله في خيمه صراحه زوينه يعني داكشي مغربي 100% تقليدي وزوين. فاش غنقول لكم مني كتخرجي في نهار العطله كيدوز عندك اسبوع بالانرجي بالطاقه كتكوني زودتي راسك بواحد الشحنه اللي غتقدري تكملي الاسبوع. شوفوا البنات على من يهضر فيها بحال شلال شحال زوين ورائع يعني هكا كتاكلي وانفاس معاك هذا المنظر الزوين كيفتح لك الشهيه. فانا كنحاول نشارك معكم لوندغوا تكتشفوه نحسسكم انكم بحال خارجين حتى نتوما تفوجوا ونعاود نفكركم مره اخرى
في المسابقه اللي دايره ايمي بيوتي على انستغرام ديالها، وغنحاول ان شاء الله هالبنات نديرها لكم من هنا البنات الشهر المقبل على اليوتيوب. ما تقلقوش ليا، فاول مسابقه على انستغرامي، والمره الجايه غنديرها لكم في يوتيوب بحول الله. حيبان شكون بحالي كيعجبها في الفريتور غير كالامار و كرويت، سورتو كالامار كنحبو كيعجبني. بحالكم في الجنة البنات، غير كتوحم تحم تسمح ليا. هنا كنحاول نشارك معكم في من يغرب هكا المغرب، صراحه ولاو جو زوين زوين زوين، واللي زوين فيها الالعاب. انا اي حاجه صراحه فيها الالعاب ديال الوليدات كتعجبني، كنحس بان ولدي مستمتع وتا انا مستمتعه زعما بالمنظر وبالماكله اكيد، وكتبدلي الجو مع وليداتك. فمن بعد ما سالينا صراحه طلبت من راجلي حطني في بيم، فقلت اكيد اننا نكملوا السهره وحنا فرحانين، وزعما هكا تحاولي توجدي لي واحد الطويبه اللي هي شويه رومانسيه وزوينه تشكري على الخريجه وعلى تا هما راه كيبغيو يرتاحوا ولكن ما كيبغيوش يخسروا لنا وكيخرجونا. فهنا حاولت كناخذ تهيت حاجه حلوه، ناخذ دي كلاص هكا، خديت حتى الجوتاوا وبحق ديت لي غير واحد صغير الشيبس بيان سور. كيف ما شفتوا في الباني كاين هذيك ديال البخار كانت خاصاني، ومني شفتها ما ترددتش انني ناخذها. كيف ما قلتلكم في اول فيديو ان في الاخير غنوري كيفاش زعما تخلي راجلك ديما يخرجك وهو فرحان في اخر ديال السهره. البنات كيف ما شفتوا حاولي هكا ديري واحد لا دوش كوربوريل، تغسلي غير هكا الطرفي عليك، كبسي شي حاجه زوينه بربيحه زوينه تريحيها وتعطري وتوجدي داكشي اللي قسم الله، سواء كيف ما قلتلكم عشيوه خفيفه في الدار، سواء غير هكا يعني حنا جينا جبعانين، فحاولت هكا غير شي حاجه اللي غادي نقدروا نجمعوا عليها نتحتوا عليها تكري على الخريجة اللي دار ليك. المهم شي حاجة اللي تكون رومانسية وزوينة. فهنا كيف ما شفتوا حاولت يعني داكشي اللي خديت من بيم انني نحطو دي تشيبس وكلاص، وشعلت عليها صراحة شميعة حيت هاد الجليسة تستاهل انها تجلس في جو رومانسي. وكنتمنى من كل قلبي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. صراحة شنقول لكم فريمون زعما البنات ضربت فيه التمرار، اي حاجه تبان لكم نتوما سهله ولكن راه كتكون فيها يومين ديال الخدمه، ولكن على قبلكم حتى شي حاجه ما كتصعب. الله يخليكم ليا والله يحفظكم من كل شر. كنتمنى منكم البنات تقبلوا عليا، والى الفيديو القادم بحول الله. السلام عليكم.